ان شاء الله لا ان شاء الله نبابا بوزي. احنا هذه مهمتنا احنا تحضير اللاعبين خاصه من الناحيه النفسانيه. مباراه مهمه كما قلت انت معناها للشعب التونسي للمنتخب التونسي لكره القدم التونسيه بصفه عامه بدون ادنى شك، خاصه في ظل الظروف السياسيه الحاليه اللي تمر بها البلاد. يعني فيكتوار ممكن تنعوا شويه الناس وتخلينا شهر كامل مرتاحين في انتظار مباراه البراج، هذا مهم جدا. كما قلت في الندوه الصحفيه معناها مباراة مهمة ثلاثة اعتبارات، الاعتبار الأول هو أنه الفوز هذا يخلينا نمر مباراة البراج، الاعتبار الثاني هو أنه معنويا شفنا كيفاش معناها فوز حتى في مباراة ودية أعطى للاعبين مورال كبير وخلانا نحضر المباراة هذه بأريحية كبيرة، والاعتبار الثالث اللي هو أهم شيء معناها الفوز يخلينا ندخل في التوب 5 وهذه معناها من عندك أنت مش من عندي أنا، دونك والتوب 5 سي تريز امبورتون بعد بالنسبة لمباراة البراج.